ya le con usted. احنا ستريبتيز سي تعريه مش الجسديه، سي تعريه محاوله تعريه الحقائق اللي ياسر مغطيه. تعريه المجتمع التونسي في اختلافاته، في تناقضاته، عمليه معتها جراحيه صعيبه برشا، وظهرت اللي المسرح قادر باش يغير كثير من الاشياء. هو راس المواطن التونسي اللي تعرى واللي 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 قاعد مستهدف كل يوم بالاغتيالات اللي قاعدين نشوفوا فيها، بالارهاب اللي قاعد يتغلغل في البلاد، بالانقسام اللي قاعد يعرفوا المجتمع التونسي، هالفتنه اللي كل يوم نشوفوا محاولات لتكريسها ومحاولات لتأجيجها. معناتها نحبوا من خلال هالعمل نوصلوا رساله لكل مواطن تونسي بانه مستقبله، مستقبل صغاره، مستقبل البلاد الكل بين يديه هو. نجيو نلعبوا بالمكشوف. ربنا كما خلقتنا اما تحول عليه انتي تاع جد خلول متاعي يلعن جد تصلكم. خذوا كل شيء، خذوا امي كنت تحب، اما تحول عليه ما كانش والله والله نحن نفضحكم نعيكم نحكم على ذنب قائمة علام العارية نفضحكم. هيا ويلكم، هيا ويلكم 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 ويلكم. خاف لن تعراو نحن في الاخر وهما باش يقعدوا مغطين. والله هما مغطين توا سي سور، والمواطن هو اللي معري، هذا اللي قلته، لكن يلزمنا نقلبوا الموازين توا. نعريهم هما ونتغطاو نحن. صحيت. ثم ريوس ما زلت موجوده قاعده تاكل وتنهش وتنهب. ثم ريوس طارت، اما اللي مازال اكثر من اللي طار. نتكلم، حرك لساني بالحروف، خرج الصوت، نحب نتقرع 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 نترشق 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 نفرغ، نحب نتكلم نتكلم. توا جاية ما عاد عندي ما نوريك كان وجهها مفسخ. ما هوش جست في البدن وفي العراء الجسدي معناه، دونك نتصور اللي عرينا
بيزموها برشا حاجات حتى ولو هما وقائع معناها صحيحة ما صايرين ديجا، ما احنا شفنا كمان كيفاش نعالجوا الامر هذا ونعطيوا راينا في الحكايات الكل. اللعبه مازالت متواصله، اللي كيف ما بدينا مازلنا نكملوا، الكومبا مازال متواصل، البيرسوناج نتاع الممثله اللي عملت باركور نتاع جهاد نكاح نتاع ثوره على روحها على بدنها على المجتمع على الايديولوجيا الجديده اللي دخلت تعصفت علينا اليوم في تونس. كي تقولي اللعبه مازالت متواصله، الطرح توا في شكون؟ في دينا زوز، فما زوز موازين قوة مازالوا يلعبوا معناه، مازال المتجربع رمز الشر مازال موجود، والارتيست مازال يضرب، المواطن مازال يضرب، التونسي مازال يضرب، اللي توجع مازال يضرب. حبينا نعريو حقائق، سورتو نتحدثوا على وضع اليوم في البلاد اللي يتطلب من الفنان ويطلب من كل مواطن تونسي وعي كبير بضرورة أنه نكشف ونعريه حقائق الثورة اللي صارت في البلاد باش نفهموا البلاد وين ماشي.